إن هذا قبر معروف، فقف ثم سلم باحترام واحتشام. لحده قد ضم شيخاً عارفاً، وهو معروف لدى كل الأنام، فعليه رحمة من ربنا وسلام ثم يتلوه سلام. في غربتي كنت أعاني مخاض الشوق، وعندما تصلني رسالة من الأهل كنت أطالع على المغلف اسم معروف الكرخي. تصر أمي على كتابته لأنه من الأسوة الحسنة التي يمكن أن تتأسى بها، ومثل من أمثلة القدوة الصالحة لأنفسنا وأهلينا، ونور ساطع وهاج للباحثين عن نور يضيء قلوبهم ويفتح بصائرهم. هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي، أحد علماء أهل السنة والجماعة، ومن أعلام التصوف السني في القرن الثاني الهجري في بغداد، ومن المشايخ المشهورين بالزهد والورع والتقوى. كان أبواه نصرانيين، فأسلماه إلى مؤدبه وهو صبي. كان المؤدب يقول له: قل ثالث ثلاثة، فيقول معروف: بل هو الواحد الصمد، فضربه على ذلك فهرب منه. كان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي دين كان. ذهب إلى الكوفة يتجول بين أرجاء مساجدها، يستمع للعلماء والفقهاء. تتلمذ على يد الإمام علي الرضا والشيخ داود الطائي، وشاء له الله أن يكون مسلماً متصوفاً عابداً يطلب العلم ويخدم الآخرين. ورجع إلى أبويه، دق الباب، فقيل: من؟ قال: معروف. فقالا: على أي دين رجعت؟ فأجاب: دين الإسلام. أجاباه: ادخل يا بني. وأسلم أبواه. في بغداد كانت له حلقة دراسية يومية، بحيث تتلمذ على يدي كثير من متصوفة بغداد الذين نشروا طريقته في العراق. لقد مثل الشيخ معروف التعايش بين الأديان والمذاهب بأبهى صورة وأحسن تمثيل. من كلامه: إذا أراد الله بعبد خيراً فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شراً أغلق عليه باب العمل وفتح له باب الجدل. وكان يقول: العارف يرجع إلى الدنيا اضطراراً، والمفتون يرجع إلى الدنيا اختياراً. توفي هو والشاعر أبو نواس في يوم واحد في بغداد، فخرج مع جنازة معروف 300,000، ولم يخرج مع جنازة أبي نواس غير رجل واحد. فلما دفن معروف قال أحد المشيعين: أليس جمعنا وأبا نواس الإسلام؟ ودعا الناس فصلوا عليه. شيعت بغداد في ساعة واحدة زاهدا كبيرا وشاعرا كبيرا. لم تكن الأرض التي دفن فيها الشيخ معروف سوى مقبرة صغيرة تعرف باسم باب مقبرة الدير العتيقة. تقع في جانب الكرخ من بغداد، وبعد وفاته أخذت اسمها منه، إضافة إلى المنطقة المحيطة بها. وبني على قبره
جامع توالى الإعمار عليه من قبل الملوك والحكام، ثم هدم الجامع عام 1997 للميلاد ليبنى من جديد في طرازه الحالي مع المحافظة على المقبرة. في الجانب الأيسر من الضريح ثمة سلم يوصل إلى بئر ماء كانت بالأمس عامرة بالماء، يسقي منها الناس دوابهم ويتوضأ بذلك الماء المصلون ويشرب من البئر عابرو السبيل. القسم الشمالي من مقام الشيخ معروف يعرف بشوينزي، وهي كلمة فارسية تعني الحبة السوداء، فكان يحوي أضرحة مشاهير بغداد وأعلامها، وفيها كما يذكر المؤرخون دفن النبي يوشع. إذن لم يقتصر المكان على كونه يحوي مقام وضريح العالم الجليل معروف الكرخي، بل تعدى هذا بكونه مقبرة أثرية وتراثية تضم رفات أنبياء وعلماء وأعلام فكر وتاريخ من أهل بغداد، وهي قريبة من مقابر قريش القديمة وبساتين النخيل في جانب الكرخ جارة نهر دجلة في تلك المرحلة الزمنية من حياة بغداد التي كانت عامرة بالفكر والمفكرين الأجلاء. عن أبي إسحاق قال: كان معروف حافظاً فقيهاً مجتهداً يشبه بأحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد يرسل ابنه ليتعلم عنه الحديث، وقد قال بحقه رداً على من نعته بعبارة قصير العلم أمسك: هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟